رجعنا لكم مرة تانية. حلو قوي ان الواحد يكون راضي عن نفسه وراضي عن شكله وحابب شكله. ربنا خلقنا كلنا حلوين والمفروض كلنا نكون راضيين. احنا اللي بنبوظ شكلنا وبنبوظ جسمنا بالاكل الغلط اللي بناكله، بعدم ممارسة الرياضة، بعدم الاهتمام بالجوهرة اللي ربنا اداها لكل واحد فينا وهي الصحة. واحنا يمكن الشعب المصري من اكتر الشعوب في العالم اللي مش بتهتم بصحتها. ودايما لما تلاقي حد مثلا مش مهتم بصحته فيقول لك يا عمي خليها على الله، كل حاجة على الله، بس الله الإله ادانا مخ نفكر بيه وادانا جوهرة اسمها صحة المفروض ان احنا نحافظ عليها. ده لم للستات مثلا لما يبقى عندك خاتم ألماز اللي هي حتة حجر تقعدي مخبية وخايفة عليه وتلمعيه وتعمل ما بالك بقى بالصحة اللي ربنا اديها لك. وبتعملي ايه؟ تقعدي بقى تاكلي ومش عارف ايه وتيجي تعملي دايت لما بس تكوني رايحة فرح عشان الفستان ما يبقاش محزق، عشان تغيزي صاحبتك وجارتك وقريبتك وبنت خالتك وضرتك والكلام ده، مش عشان نفسك. نفس القصة للشباب، يجي طول الوقت مبوظ ومبهدل نفسه ويجي يقول لك ايه الصيف داخل بقى وهنلبس مايوهات فتعالى نعمل فورمه الساحل، فيروح الجيم يبوظ نفسه اصلا ويقعد ياخد في حاجات الهرمونات اللي بياخدوها دي وتلاقي جسمه غريب من فوق كده كبير ورجليه عامله زي رجله المعزه ومفيش اي تناسق اصلا. ما علينا، فالواحد لما بيحب نفسه بيحب جسده اللي ربنا خلقه له حياته بتتغير تماما. معانا واحد كان جسمه مليان شويه وقرر ان هو قبل ما يتم 30 سنة عمل عهد مع نفسه ان هو يخس، وقال انا مش هخس بس انا عايز ابقى موديل. ومعانا النهاردة مشرفنا ومنورنا استاذ كريم شيحة. ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو. منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك. ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اللي تخنك وايه اللي خسسك؟ هو انا جات عليا فتره في حياتي كنت تخين جدا وجسمي مش مظبوط خالص، ولدرجه ان انا مثلا لما كنت باجي انزل البارك مثلا اطلع عربيتي ولا حاجه زي كده ركبي بتوجعني ومش قادر. الكلام ده وانا عندي 28 سنه. من سنتين. اه أوكي. فقلت لا طبعا ده كلام ما ينفعش، يعني انا عندي 28 سنه وحالتي بالمنظر دوت وبتاع. فقلت انا عيد ميلادي ال 30 هيجي عليا وانا فورمه. وطبعا كان عندي زي هدف كده او حلم من جوايا من وانا صغير ان انا ابقى موديل. كان كل صوري. انت كنت عايز تبقى موديل؟ اه انا عملت كل ده عشان كان هدفي ان انا ابقى موديل. ايه بقى الميزه ان الواحد يبقى موديل؟ تبقى موديل ذاتس مينينج ان انت رول موديل في كل حاجه. مش معنى ان انت موديل تبقى موديل لبس بس، لا انت تبقى رول موديل في كل حاجه. ودي انا بحب الفاشن وبحب الهدوم وبحب اشتري اللبس وبحب يبقى شكلي حلو في اللبس، بحب انا اخلي اللبس شكله حلو. فديس از واي انا كنت عايز ابقى موديل. اوكي. يعني مش اكتر من كده، يعني ما كنتش حابب ان انا ابقى موديل عشان ابقى مشهور او ان انا مثلا يبقى عندي طب بقول لك استنى احنا نوري للناس شكلك قبل ما تبقى موديل كان ايه؟ لا حطوا لنا بقى الصوره، نزلوا كده الصوره، شوفوا استاذ كريم كان شكله ايه وبقى شكله ايه. ده قبل لما تعمل الدايت وبعد ما عملت، ما كنتش تخين قوي يعني بس كنت يعني ففي فرق وعملت سيكس باك وظبطت نفسك. طيب كمل وبعدين بس فكان هدفي من الموديلنج اللي انا مش كنتش اصلا انا ابقى مشهور او حاجه زي كده، انا كنت بحب ان انا ابقى فاشن موديل، دي حاجه كنت عايز اعملها. بس فبدات اشتغل على نفسي وقلت ازاي اعمل كده. ذاتس مينينج ان انا لازم يبقى جسمي مظبوط وقوامي مظبوط وشكلي لطيف علشان اعرف اشتغل الشغلانه اللي انا بحبها او اللي انا عايز اعملها. اوكي ورونا صوره وهو مكلبس شويه. فقلت عشان اعرف اشتغل الحاجه اللي انا بحبها او اللي انا ابقى فاشن او رول موديل ذاتس مينينج لازم ابقى اهتم بجسمي وابتدي بقى اروح الجيم واعمل الفورمه. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، تعالى بقى نتكلم بصراحه. قول لي الرجاله في مصر والشباب اتغيروا. لسه كنت قاعد عند الحلاق من كام يوم كده فابتديت اراقب بصراحه. وانا بروح عند حلاق كده حلو قوي المكان بتاعه، يعني حاجه كانك قاعد بره بصراحه. تمام. فابتديت ابص على الشباب والرجاله كده حواليا. انا بروح احلق شعري وبحلق دقني. تمام. فابتديت اشوف الناس بقى اللي حواليا بتعمل ايه. لقيت لك اخر مره مثلا اللي على يميني بيعمل بروتين وكرياتين، اللي بعديه مركب اكستنشن في شعره وبيشيله له وبيحط له الصبغه مش الصبغه اللزق اللي على شمالي بيصبغ. اوكي وبيصبغ الوان يعني ملون. ايوه واللي بعديه برده بيعمل حاجات في بشره عامل لقيته دهنينه ذهبي
قلت لهم ايه ده؟ عامل ماسك ذهب. قلت لهم الله ايشي خيال يا ناس. فحسيت ان وكل مره اروح ابتدي احس ان وانا بقى ايه قاعد كلاسيكي جدا انا بحلق شعري بالزبط. وبعد ما بخلص بقول النبي عايز البودره مطرح زي كولونيا بتاعت زمان كولونيا عشان الواحد كده يحس بانتعاش. طبعا الناس عماله تبص لي ان انا ايه مفيش جاي من تحت جاموسه ما جيتش اصلا جاي ليه وانا قاعد برضه ببص لهم انتوا بتعملوا حاجات غريبه جدا انا مش مصدق اللي انتوا بتعملوه. وبعدين حتى في حلقه الدقن يقول لي ايه لقيتهم اول مره بقى جايبين لي مكنه بالبخار هيبخروا لي دقني. قلت لهم انتوا بتعملوا ايه في دقني؟ قالوا لي لا عشان المسام تفتح فالشعره تطرف. قلت لهم حبيبي هات الموس وشيل بالحاجات احنا لسه هنعمل بالظبط. فهي الرجاله في مصر بقت تدلع نفسها والشباب في مصر بقى يدلع نفسهم. وانا قد حضرتك ما كانش ده خالص يعني يعني الدنيا اتطورت الدنيا اتطورت فالرجاله بقت تدلع نفسها ليه لا؟ لا ده مش عيب كل واحد حر طبعا بالظبط. انا اتبسطت على فكره بيهتم بنفسه بيخلي شكله احسن وبيخلي شكله جميل ممكن يكون دي حاجه لطيفه ممكن يعني تساعده في شغله وتساعده في حياته. شوف يا نص رجاله مصر بقت تدلع نفسها وفي الاخر انا اللي اتشتم. ابتديت احس بكده يعني طب ما دلع نفسك وانا ابدا اكتر من كده يا اخويا هعمل ايه اكتر من كده؟ ده انا اديت لهم السكه مشي ورايا مش مصدق نفسي. طيب فانت دلوقتي بقيت تحب نفسك انت الاول ما كنتش حابب نفسك خالص لا كنتش مبسوط خالص يعني كان عندك اكتئاب؟ وصلت طبعا حاله اكتئاب اكيد بس مش اكتئاب اللي هو القوي ده يعني لا بس اللي هو كنت حابب اطور من نفسي ليه لا يعني عايز بشوف يعني بشوف مودلز بشوف مودلز مش مودل فاشن مودل مودل يعني كاكزامبل هو انت فاشن مودل ولا انت ايه بقى؟ انا بشتغل فاشن مودل وفتنس مودل وكوميرشال مودل. يعني ايه الحاجات دي؟ كوميرشال مودل يعني بعمل اعلانات بيبقى كلاينت عنده برودكت عايز يجيب حد شكله كويس يمسك البرودكت بتاعه ويعمل له ليه اعلان. والفتنس موديل بيبقى سبورتس وير اكتر. اشتغلت كذا براند سبورتس وير برضو بيجيبوني البس البراند بتاعهم واعمل واتصور فوتو شوتس. والفاشن موديل ده بيبقى اللبس اللي هو ملوش علاقه بالسبورتيف قوي بيبقى شكل زي البناطيل والشميزات والبلايزرز وكده. بنطلونات الكارو دي موضه طالعه السنه دي لعبت الدنيا عشان اجيبه. طيب عارف الرسمه دي اسمها ايه او النقشه دي اسمها ايه؟ لا اغششك؟ قول لي اسمها برنس دوغال. يا جامد انت بجد مش هزار اسمها هي النقشه دي نقشه فرنساوي وكانت مشهوره قوي بيتعمل بيها البدل عارف الجاكيت اللي هي بصفين زراير لكن انت طالعه موضه طالعه موضه جامد قوي هو الكارو طالع موضه قوي في البنطلون واصلا البلايزرز يعني انا بنصح كل الولاد يلبسوا بلايزرز ليه؟ بيخلي شكلك حلو جدا. انت كنت لابس بليزر مش عارف راح فين. لا ده كان جاكيت خدوه مني مش عارف. طب البليزر بس انا بقى عندي مشكله ان الناس اللي بتلبس بليزر على التيشيرت ماليش انا بقى في الجو ده. هقول لك ليه؟ ليه بقى؟ الياقه بتاعت البليزر هتخبط في القفا هنا اهو انا مش مقتنع لازم يبقى في حاجه بين البليزر وبين قفايا. الياقه بتاعت القميص يعني تعمل زي بروتكشن. حاجة على ياقه اهو. هي مش بروتكشن يعني البليزر يحط كده في قفل واحد مش عارف مش قلنا هنطور من نفسنا؟ فنلبس ده في بيلبسوا البليزر على اللحم لا ما جاتش دي بقى لا هو ده في مش هنقول بس اسامي مطربين كتير عملوها بس ما تقولش بس عشان ما حدش يزعل منها لا لا يقول لك يضرب البليزر على اللحم ازاي طب اضرب فانيلا داخليه حتى ما فيش لا لا مش طيب لطيفه. بما ان انت برضو مهتم بالموضه وكده السنه دي بقى في الشتاء الموضه ايه للرجاله والشباب؟ الكوتس حلو قوي البلاطي بس احنا قصيرين هتاثرنا اكتر مشكله ان احنا كمصريين قصيرين لا مش مصريين في شباب طويل مش كتير مش كتير ده انا حتى قصير ما انا عارف انك قصير ده انا يعني بس انا ماليش دعوه انا هشتغل موديل انا ماليش دعوه واثبتت نفسي اوكي انت ممكن الناس تتواصل معاك بقى ازاي على الانستجرام والفيسبوك والحاجات دي انا الانستجرام بتاعي اسمه كريم شيحه 88 او كريم شيحه 88 انت مواليد 88 كل حاجه عندي تمانيات يعني انا مواليد 8/8/88 فرقم 8 بالنسبه لي اوكي انت كل يوم الساعه 8 اقول الساعه 8 كلمني بقى طيب خليني بس اختم معاك انا جايبك النهارده عشان حاجه قول جايبك النهارده عشان بس نوري الناس ان ممكن واحد يبقى مش راضي عن شكله طبعا وبالرياضه وبالصحه وبالاكل الكويس يبقى راضي عن نفسه ويغير من شكله ويغير برضو من مش عايز اقول شخصيته الشخصيه بتتغير بس النفسيه بتتحسن اكيد طبعا نفسيته بتتحسن ونظره الناس ليه بتختلف تماما انت تفرق معاك نظره الناس اكيد بس مش نظرتك اهم من نفسك بس ما تفرق ليه ما يفرقش معايا نظره الناس ما بتعلم منها انتقادات اوكي بس يعني لو انت مثلا
لا اصل نظره الناس عمرها ما عمر ما الناس هتجتمع على حاجه ويقولوا ده كويس، استحاله. مش كده، ممكن واحد دلوقتي يقول لك بص عامل شعره ازاي، والتاني هيجي يقول لك بص مناخيره شكله ايه، والتالت هيجي يقول لك ده قصير، هتطول نفسك ازاي؟ انا هثبت له بقى ان انا مش محتاج اكون طويل عشان ابسطك يعني، عشان تبقى كويس عشان بالظبط. طب انا هقول لك بس نصيحه من واحد اكبر منك بشويه، مالكش دعوه بنظره الناس خالص، خليك مع نظره كريم لنفسه. اكيد ده اللي هينفعك، ده الاساس، ده الاساس. شرفتني. عايز تقول حاجه قبل ما نمشي؟ لا انا عايز بس اقول لكل الناس اللي هي عايز تشتغل فاشن موديل او عايز تشتغل في الفيلد دوت، ما تكسفوش، لا ابعتولي وقولوا لي، وانا عشان انا طالع من تحت خالص من الصفر، فلو كده ابعت لي وقول لي هتساعدهم. طبعا، لان انا شفت كتير قوي ما كانش حد بيرضى يديني معلومات خالص. ماشي. وبنزل دايما كاستنج كول عندي. يعني ايه كاستنج كول؟ يعني بيبقى في مثلا شركات كتير بتيجي تطلب مني تقول لي عايزينك مثلا تعمل لنا حاجه، فيبقى عايزين عاملين كاستنج كول، فانا مش بقول لا، ليه مش انا بس؟ ليه ما اقولش كل الناس اللي عندي؟ تاخد ناس وتروحوا كلكم بالظبط واساعدهم، لان انا كنت في الاول اتبهدلت عشان لا اعرف الاقي حاجه زي كده. لا يعني. جود لك، انت شرفتني نورتني النهارده يا استاذ كريم شيخ. انا بجد مبسوط قعدت معاك. ثانك يو حبيبي، نورت الشارع. الله يخليك. سامعك اغنيه حلوه. يلا بينا. يلا يا ماركو. يا شريف. عايزين اغنيه حلوه على مزاجك كده. اوكي يلا نسمع اغنيه ونرجع لكم مع بيت سكان الشارع. خليكم عندنا لو سمحتوا. مزيكا.